نعم، هذا الأمر منذ عدة أيام. الجيش الإسرائيلي سيطر على كل المنطقة الشرقية من مدينة رفح ومنطقة معبر رفح البري، ومن ثم تقدمت باتجاه منطقة وسط مدينة رفح. والآن الجيش الإسرائيلي يجري عمليات تجريف وتدمير وتخريب وحرق للمنازل والمحال التجارية وكل المنطقة في عصب وقلب مدينة رفح، تحديدا قرب مفترق العودة ومفترق النجمة. أما في المنطقة الغربية فالجيش الإسرائيلي يقصف بشكل عشوائي، والآن ينسف مربعات سكنية ومجموعة كبيرة من المنازل في منطقة تل السلطان، منطقة الحي السعودي في المناطق الغربية، بالإضافة إلى إقامة سوات ترابية في المنطقة الغربية الشمالية لمدينة رفح لفصل منطقة مواصي خان يونس عن المنطقة الغربية لمدينة رفح. وأقامت الدبابات في هذه المنطقة خلف السواتر الترابية، وباتت تطلق النار وتطلق القذائف باتجاه المنطقة الشمالية والجنوبية في منطقة مدينة خان يونس، تحديدا منطقة المواصي. وقذائف المدفعية الإسرائيلية وصلت صباح هذا اليوم إلى منطقة المواصي، وكان هناك عدد من الإصابات نقلوا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. هذا بالإضافة إلى لأن قذائف المدفعية الإسرائيلية وصلت إلى منطقة خربة العدس في منطقة شمال مدينة رفح ونقلت إصابات وضحايا من هذه المنطقة. نتحدث على أن الجيش الإسرائيلي سيطر بالكامل على كل المنطقة الشرقية، منطقة وسط مدينة رفح، ويدمر ويخرب حتى هذه اللحظة في هذه المدينة. وفي بعض الأوقات يتحدث الجيش الإسرائيلي على أنه مستمر في العملية لأسبوعين قادمين، وفي تصريحات أخرى قال أنه مستمر لشهر آخر في هذه المنطقة. بالإضافة لعملية التدمير والتخريب والقصف العشوائي في المنطقة الغربية لمدينة رفح، فإن الجيش يتعمد يعني تجريف وتدريب تدمير وحرق عدد كبير من المنازل في قلب مدينة رفح تحديدا، خاصة أن هذه المنطقة معروف عنها عاصمة تجارية لقطاع غزة، ومنها تدخل البضائع إلى القطاع وفيها معبر رفح وفيها معبر كرم أبو سالم التجاري. وهذه المنطقة الآن تعرض لعملية تجريف بالكامل في المنطقة الشرقية سواء أو في المنطقة الوسط لمدينة رفح. نهار هذا اليوم الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من العمال التابعين لبلدية غزة، وهم يعملوا في تشغيل أبار المياه وإمداد السكان في المنطقة في مدينة غزة بالمياه. تم استهدافهم داخل كراج بلدية غزة في شارع الوحدة، سقط 5 ضحايا وعدد كبير من الإصابات نقلوا إلى مستشفى المعمداني، بالإضافة لاستهدافات متفرقة سواء كان في منطقة خربة العدس أو في شرق مدينة خان يونس، نقل أيضا 5 إصابات، ما يقارب من 16 ضحية منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة نقلوا إلى مستشفيات سواء كان في مدينة خان يونس، في رفح، في منطقة مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم اعترف بمقتل 2 من جنوده الموجودين في منطقة حاجز نتسريم على شارع صلاح الدين، وإصابة عدد آخر 3 منهم بإصابات خطيرة بعد استهداف هذه القوة الموجودة في صلاح الدين. نعم، اليوم أمس شكرا اليوم لك على كل هذه المعلومات. كنت معنا مباشرة من دير البلح وسط قطاع غزة.